السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، أداة جي اس ام أجا. عملنا الفيديو السابق عليها لآيفون 7 بلس، فتحناه مع شبكة باس كود، وهذا الجهاز بدنا نفتحه 6 اس بلس نتخطى فيه الآي كلاود. يا ريت البداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول شيء ألف مبروك للرابحين، ربحنا 5 فائزين. أول 5 بعتولي الأرقام اللي ذكرتها خلال الفيديو ونزلت أسماءهم موجودين في المنتدى، وإن شاء الله كل فيديو بعمله على الأداة رح أربح 5 فائزين. أول 5 بيبعتولي الأرقام اللي بحكيها خلال الفيديو رح أربحه اشتراك لجهاز، يعني بيقدر يشتغل جهازه، اكتب له اياه ويشتغلوا على الاداة بشكل مجاني. خلينا نبلش باول رقم في المسابقة، رقم 2. اول شيء الجهاز في وضع سكر اي كلاود. اول شيء بنسخ الاي سي دي، إذا كنت من الفائزين تبعت لي هذا الرقم، تنسخه وبتبعت لي إياه على الواتساب أو التليجرام أو الفيسبوك، وأنا بكتب لك إياه وبتشتغل عليه. إذا كنت بدك تشتري اشتراك برضو بتقدر تتواصل معي أو تتواصل مع صاحب الأداء من الروابط الموجودة عندكم في الزاوية. بعد ما تكتب الأداة مباشرة بدك تشتغل. أول شيء تعمل كرييت اكتيفيشن للجهاز، نضغط عليه والجهاز في وضع التشغيل. طبعا الاداة بتدعم من 10 لغاية 17 ايوس. بعدها بنضغط نو تشينج سيريال. هيك عمل تشيك واخذ ملف الاكتيفيشن. بعطي يس. هنا بعطي اكس. هيك عملنا اول خطوة واخذنا ملف الاكتيفيشن. الخطوه الثانيه بدخل الجهاز بوضع الديفي مود، بضغط على الزاويه بالاسفل. طبعا في حال الاداه ما اشتغلت معك بشكل طبيعي في بدايه التشغيل، يعني اول ما تنزلها من الرابط فتحتها ما اشتغلت بالشكل هذا، بتنزل برنامج في بي ان وبتشغله. هذا البرنامج مجاني، راح اترك لك اياه بالوصف. انا عندي لازم تشتغل فشغلتها معاه. الان بعد ما دخل في وضع الريكفري برد بضغط كمان مرة على ديفيو مود، بضغط ستارت مع باور وكبسة الهوم. ستارت باور كبسة الهوم. 1 2 3 بشيل ايدي عن الباور، بضل ضاغط على كبسة الهوم لوحدها عشان الجهاز يدخل في وضع الديفيو مود. زي ما شايفين الجهاز دخل في وضع الديفيو مود. الخطوة التالية وهي اني بدخل الجهاز بوضع البوت ديفيو مود. بضغط على اول خيار وانتظر لتكتمل العملية. زي ما شايفين دخل في وضع باور. بروح على الخيار الثاني وبختار بوت رام ديسك، بضغط عليها. انتظر ليكتمل الخيار. الرقم الثاني للمسابقة 5. الآن الجهاز بيدخل في وضع الرام ديسك زي ما احنا شايفين. انتظر لغاية ما يدخل بشكل كامل. زي ما شايفين الجهاز دخل في وضع الرام ديسك والان بلشت العملية. بعد ما يعطيني اوكي تم، زي ما شايفين تمت العملية كونكتد. هون باجي على اوبن اس اس اتش وبضغط عليها.
بنتظر هون عندك العداد بعد لغايه ما يكمل. اعطاني اوبن بورت، تمت العمليه. الان بضغط على باي باس اي كلاود لوك. الرقم الثالث في المسابقه وهو 8. الان بحكي لك دي ونت تو ايربلاين، هاي هون عشان استنزاف البطاريه، اذا بتحب بيعالج لك اياه، يعني بتقدر تخفف الخصائص في الجهاز فبعمل له يس. وهنا بدك تعمل الغاء البيس باند ديسيبل، بعمل له اوكي. وهنا بدك تلغي التحديثات واعاده ضبط المصنع التلقائي، فهون بتعمل له كمان يس. هون اعطاني انه سكسسفولي، تمت العمليه بنجاح. ننتظر لغايه ما يفتح الجهاز. وزي ما انتم شايفين تمت العملية بنجاح وفتح الجهاز بشكل كامل. زي ما انتم شايفين فتح الجهاز بشكل كامل. طبعا يا جماعة انا شرحت يعني تقريبا 5 ادوات، كل اداة حوالي 5 فيديوهات عليها ل5 أجهزة، يعني ل5 أنواع أجهزة، يعني شكلت كل الأجهزة إن شاء الله في الأدوات الموجودة واشتغلناها كلياتها وتمت العملية بنجاح. أنا ما بنزل أي فيديو إلا بعد التجربة بشكل كامل. تقدر هنا تفوت على القناة، راح تلاقي هنا من كل أداة 5 فيديوهات. إذا حابين بنعمل قائمة تشغيل، قائمة تشغيل تكون لكل أداة لوحدها، برضو هاي راح أعملها كويسة، يعني بتكون الفكرة كويسة عشان تكون يعني سهولة بأنك تدخل مثلا أداة اي اف تي تلاقي الفيديوهات لاي اف تي، روم اف دبليو لروم اف دبليو. طبعا الأدوات المجانية روم اف دبليو 007 رام ديسك، أداة حفيدك، هدول أدوات مجانية تقدر انك تستفيد منهم. وعندك هون هذا الفيديو بتقدر من خلاله تنصب ويندوز على جهازك وتنزل كل البرامج المجانية اللي بتحتاجها عشان تشتغل على السوفت وير. بالنسبة للرقم الأخير وهو 9 للمسابقة، نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.